وليا بهذا التكريم بشرى اريت اعمال كثيره سينمائيه تلفزيونيه مسرحيات وادوار بطوليه ناجحه وناجحه جدا. اذا تكريما رباعي مستحق لناس قدموا الكثير. عبد الرزاق هي وجوه قدمت الكثير والكثير للرياضه للاعلام للفن عموما، وارتأت جمعية المرأة إنجازات وقيم وكعادتها وسيرا على نهجها. بطل مصر في نسخة 14 وبمشاركة مجموعة أكثر من 60,000 امرأة من مختلف ربوع المملكة، وسعيدة جدا أنني نحظى بتكريم من طرف الجمعية ومن طرف السيدة العداءة اللي حملت علم البلاد للا نزهة بدوان، فأنا فرحانة بالتكريم وسط النساء اللي خذوا التحدي على أنهم يجريوا علاش يخدموا. والمهم ان الرياضه تكون في المعتاد اليومي ديال كل مواطن مغربي. الرياضه هي يعني خاصها تكون ضروري اننا نمارسوها لانها كتساعدنا على اننا يعني نلينوا الحياه ديالنا، وضروري اننا نمارسوا مهامنا بجسد معافى. فالرياضه هي ضروره، لذلك ننصح كل نساء ورجالا، ولكن مادام الموضوع اليوم هو للنساء فقط فتنقول انا يا كل مراه خصها تمارس الرياضه باش تعاونها على حياتها اليوميه. شكرا.